ضبابية المشهد السياسي الليبي وعدم إيجاد رؤية واضحة تعبر عن موقف الأطراف السياسية تجاه إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت ممكن أثر موجة غضب لدى الكثير من النشطاء والتيارات المدنية التي تسعى للضغط على الجهات المعنية بإجراء الاستحقاق الانتخابي من خلال حث المواطنين على الاحتجاج والتظاهر السلمي لتحقيق مطالبهم المشروعة التي باتت مهددة بفعل الانقسام السياسي. والله كما تعرف أنت تول النشطاء السياسيين والناس يديروا في ملتقيات ويحاولوا يضغطوا على صناع القرار من برلمان من مجلس رئاسي من كل من يهمه الأمر يعني. وفي حالة أنهم ما وصلناش الحل ما فيش بين الناس طريقة حل للناس إلا هي الاعتصامات ودعوة المظاهرات حتى يتحقق حلمنا حلم بصراحة. طبعا أنا نشوف أن هذين من الوسائل الضغط والوعي اللي يكون في النخب هذوما لأن يساعدا في الضغط على الأجسام اللي موجودة في السلطة على أساس يديروا حل للمشكلة اللي طالت. الحراك المدني في ليبيا أصبح يكثف من فعالياته ونشاطاته التوعوية بإقامة الندوات والملتقيات التي تشرف عليها العديد من المنظمات والأحزاب السياسية وذلك لتعزيز دور المجتمع المدني في توحيد الأطراف السياسية وإيجاد حلول ومقترحات من شأنها رأب الصدع بين الفرقاء الليبيين. الحراك الآن نشوفه في المجتمع المدني هو حراك ثقافي عالي جدا نوع راقي جدا. أنا سعيدة أن نحن وصلنا في ليبيا لمرحلة أن أصبحت عندنا كوادر نسائية وعندنا نخب وعندنا شباب وعندنا أبناء قادرين على إبناء الرأي الحوار الدخول في مداخلات ملتقيات فكرية ندوات كل هذه الأشياء أشياء صحية للمجتمع الليبي. أتمنى أن نحن نوصل لبر الأمان وأكيد في يوم من الأيام حيكون كل هذه الأشياء عبارة عن تاريخ يكتب في كتاب معين يدرس أبنائنا. يستمر الاحتجاج والتظاهر في عدد من المدن الليبية للمطالبة بإجراء الانتخابات وإسقاط كافة الأجسام السياسية التي يبدو أنها فشلت مرة أخرى في الوصول إلى توافق فيما بينها ما ينذر بولادة فترة انتقالية جديدة قد تغل البلاد في مستنقع أزمات لا نهاية له. بات من المسلم به أنه لا انتخابات في المدى القريب أو ربما لا انتخابات أبدا في ليبيا، وهو ما دعا التيار المدني هذه المرة في أن يكون رقما فاعلا من خلال الضغط على الأطراف السياسية تجنبا لولادة مرحلة انتقالية جديدة قد تذهب بالليبيين للاحتكام للسلاح بدلا من صناديق الاقتراع. أحمد بن عاشور، اليوم، بنغازي.